تلاميذ وشهود اهلا بيكم معنا في قاعدة جديدة وبرنامج جديد الله محبة ومكتوب في الكتاب ايضا ان الله روح معانا دكتور ابراهيم السايح وهو هيكلمنا النهاردة عن روح المحبة ودي نفس السلسلة اللي هي من حلقات الابوة الكاملة لانه ما فيش ابوه كامله الا في المسيح الا في الله. والله هو الحب، الله محبه. فرحب بجمهورك ابراهيم. اهلا وسهلا <applause> اخواتي واخواتي وشكرا لكم انكم تقابلونا وتستقبلونا في بيوتكم واحنا بنكون بنتمنى ان ان ناخد من الله ونشارككم باللي هو عايز يوصله لكم. الله عايز يوصل لنا النهارده بحسب ما ملاك انه محبه وايه هي عباره عن ايه محبه الاب وروح المحبه اللي فينا او في لنا زي ما انت قلتي دلوقتي يا هدى اللي هي الابوه الكامله ايوه الابوه الكامله هي بتمسك الولد من اولاده ويقول ده انا هخليه مليان بيا وبكل خيري وشخصيتي وكل سماتي وصفاتي لاني انا حملاه أيوة. الحب اللي فيه هيبقى انا الفرح اللي فيه هيبقى انا الحرب اللي فيه ضد الظلم والشر وعمل ابليس ده انا هتبقى مني اه مني وانا, وأنا. حي فيه وهو كمان بدا يتشكل ويعني ايه يبقى ده اللي بيحبه ده اللي بيعيش له ده اللي بيدي حياته من اجله فالنقطه اللي عايزه ابقى اقولها عن الحب وروح الحب والنقط اللي قلناها قبل كده اللي هو ان ان الله ابونا بيعيش فينا وبيمسك بايدينا وبيقودنا وبيكلمنا وبيحتضننا آه وبيعيشنا مش في العالم حالته ايه او الانسان المحدود امكانياته قد ايه ولكن انجيل النعمه هو أنا قد إيه وأنا حكون فيكم وأنتوا الآنيه وأنا الكنز اللي موجود في حياتكم فإحنا بنتدرب ونتمرن على الكنز اللي بملأكم اللي بملاقكم فإحنا ب... فإحنا بنتعلم إن كل اللي علينا بنتعلم إن إحنا ن... يعني نتوقع اللي قاله لنا أبونا ده أيوة. ومشتاقين له كل يوم وبنقول له يلا ابدأ يومك و وصدقيني هو اللي بيسبقنا في انه يعمل فينا ولو احنا كنا متحمسين ده برضك روحه روح ابونا بيخلينا عطشانين للي ايه؟ للي هو عايز يعمله. ده زي الاب الارضي اللي بيهمه قوي ان ابنه يبقى احسن راجل في الدنيا. يبقى رئيس جمهوريه. أه؟ <applause> يبقى ملك. فابونا السماوي عايز كل واحد مننا يبقى ممتاز، يمتاز. طبعا, طبعاً. ابن الله. ف... فاللي عايز اقوله يعني إيه؟ القصه اللي هي الرساله اللي انا عارف ان الله عايز يغير بيها كنيستنا في العالم كله الكنيسه العربيه في العالم كله أيه. في الشرق الاوسط او في المهجر أيه. اللي هي ان إيه يعني انتهى الزمن اللي هو انتوا تعيشوا لكن جاء الزمن اللي... اللي, انا اعيش فيكم وانتوا تعيشوا بيا ايوه انتهى الزمن اللي انتوا فيه لوحديكم تعيشوا منفصلين عنه اهو كده، انتهى الزمن اللي تعيشوا لوحديكم، بقيت انا وانتم مع بعض. انتهى الزمن اللي مالكش اب بيفهمك السكه. <applause> انتهى زمن اليتم. انتهى زمن اليتم في حياتكم. ايوه انتهى زمن انك تقول ده ازاي دهش ازاي وبتحسبها على نفسك. ايوه انتهى زمن انك بتعيش بفكره شجره معرفه الخير والشر، وانت بتعيش دلوقتي بشجره الحياه بتاكل، انت بتاكل حياه، انت بتاكل <applause> فرح، انت بتاكل بتاكل قوه. أنت بتاكل ثقة أنت بتاكل سما، أنت بتاكل مجد أيه. أنت بتاكل شركة مع مع أبوك حياتك أيه. وإحنا كل اهتمامنا نعيش بالإيمان اللي بيحطه في قلبنا ونعيش بالنور والاكتشافات روح الاكتشاف اللي هي روح الإعلان اللي أيه. بنعيش بيه والإعلان ده بيملأ قلبنا وبعدين هو عمال يعيش فينا كل كلمة بيقولها بيعملها الله ليس إنسانا فيكذب لا عدد سيف العدد صح 19 أيوة. ولا ابن انسان فيندم هل يقول ولا يفعل مش ممكن هل يقول ولا يفعل هل يفهمك ويوضح لك وما يعملش ده هل يتكلم ولا يفي مش ممكن هو ده اللي هو بيعمل نيجي بقى لحاجه بيعملها انا بعتقد ان الحاجه الوحيده اللي الله ما يقدرش يعملها سوري عشان مقاطعه هو انه يكتب هو انه يقول ولا يفعل دي مستحيله عند الاب والله غير قابل للتغيير ابونا السماوي لا يتغير يبقى احنا اللي بنتغير ما بيتغيرش فيه يبقى <applause> ان الاوان أننا بالفعل فيه. نتغير نسمع ونقي نعي الكلام اللي بيتقال ونتغير بالفعل <تصفيق> <تصفيق> فهو أل... أه... الله طبيعته حب لا نهائي انهار من الحب ايوه زي ما قال تجري من بطنك انهار ماء حي الله ده عباره عن طيارات من الحياة من الحب نار الحب أيوة. أفراح الحب السكر بالحب الإلهي الله محبة أيوه. علشان كده اللي عايز أقوله أن الله بيقول إيه هحبك واحتضنك وزي زي ما بتقول في كورنثوس الثانية خمسة أن محبة المسيح تحصرنا يعني إيه تحصرنا؟ يعني معناها إيه؟ تحوطنا. تحيط بينا وتبقى تحيط بينا. يس yes. اين اذهب من حبك؟ ايوه ازاي؟ محبه مش تحصرنا فالحب الحب ده يا هدى ده الله الله فعايز حاجتين، عايز يملانا بيه نجمع ايوه وعايزنا نبقى احنا عباره عن ايه؟ كتل الحب أيوة. في كل حته احنا كتله حب امين أيوة. حب اقوى من غلطات الناس، حب اقوى من جروح الناس زي المسيح كده نبقى موسى حق صغيرين بالحب حب اقوى من مشاكل الناس، حب اقوى من خصام الناس، حب اقوى من من تعدياتهم تعدياتهم، اقوى من خطاياهم، اقوى من اساءتهم لينا، أيوة. اقوى من عدم فهمهم، لا ده حب مش كده حلو انه حب اقوى من اساءتهم لينا طبعا طبعا ده ده الايه يعني حب لا تقهره الاساءة ده ابويا وده ابويا بيجي بيعيش فيا تاني ده دي حياته وحياته تبقى فيها تاني. ايوه ما تقولي ما تقولي لي ما ما انتهى ان انا اقول اقدر ولا ما اقدرش لان انا لا انا عايز ربنا بيقولي لي لا انا عايز عدم أد... لا ماني عدم قدرتك ولا انا عايز قدرتك. ايوه انا عايز اديك الحب بتاعي حياتي تبقى جواك. ايوه والمؤمن هو بيدج... المؤمن عنده عنده الاكتشاف وعنده المغامره وجراه المغامره يعمل ايه؟ خلاص عايزني ابقى مليان بالحب ده خلاص yes. عايزني اتكلم بالحب ده خلاص عايزني اعيش مع الناس بالحب ده خلاص عايزني في وسط إساءة الظن والشك ومقابله الحب بالغلط بالكل. مش مشكله بولس عملها قال كلما أيوه. احبكم اكثر احب اقل فليكن ما فيش مشكله حب المحبه لا تسقط ايه ابدا اللي انا عايز هنا اقوله بقى هو اللي هو ده ايه في أفسس الافسس الاصحاح ثلاثة ايوه ممكن يعني دوت ده مهم قوي مهم. اللي هو بيقول فيه من اول الآية آية 8 بيقول ايه؟ هبشركم بغنى كل واحد على الحب ياهو كل ده أيوة. أبويا أبويا بيملاني بالحب بيملاني أيوة. بالحياة شوفي شوف يقول لك ايه؟ آية 8 ليه انا اصغر جميع الخدتين اعطيت هذه النعمه ان ابشر بين الامم بغنى المسيح انتوا هتاخدوا يا جماعه ايه غنى المسيح الذي يستقصى على فكره ايه هو غنى المسيح اللي هو الميراث بتاع المسيح ايه أو. هو ميراث المسيح اللي هو الاب السماوي كل شيء اعطيه لمين للمسيح هو قال المسيح كده كل مليفه هو لك. هو لك وبعدين كل اللي للمسيح وكل بي بي بيبقى بتاعنا بيشاركنا فيه الاب ما هو قال كده يبقى كل ما للاب فهو لي لي انا بالظبط كده فهنا بص يقول بقى بيكمل يقول ايه يقول في الايه رقم ايه رقم 13 افسس 3 3 ثلاثة. ثلاثة ايه 13 علشان خاطر كده بقى لان كل غنى المسيح ده غنى اللي هو غنى الاب يعني اللي موجود في المسيح فبيقول ايه لذلك اطلب ما تكلوش في 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 طلباتي منكم، شدائد يعني حاجات اللي انا بطلبها منكم، لأن أنا دي لأن ده مجدكم، أنا أنا بديكم مجد. والشدائد اللي ممكن تلاقوها في طريقي. اه وناخد وناخد تمشوا معايا، آه. مشوا معايا في السكة دي، سكة الحب الإلهي العجيبة، بص هيبينها أهو. الشدائد التي هي مجدكم. مجدكم. بعدين بيقول إيه؟ آية رقم إيه؟ بصير 14 بقى. بسبب أي. هذا أنا بحني ركبتي لدي أبي ربنا يسوع علشان ايه ايه 16 عشان يديكم بحسب غنى مجده انا اخد حسب غنى مجده ايه انك انت ايه ده انا ايه ان الروح القدس يملأني اتأيد بقوته قوة اتأيده أيوة. فيخليني انا مخي وقلبي واحساسي عايز حب الله وعايز غنى الله أيوة. ده بيجي بايه بي بيعدني من جوايا أيوة. وانا كده يروح فايض عليا المسيح بص الايه بتقول ايه هي 6 16 الحب مجده مجد ان بالقوه بيروحوا في الانسان الباطن ليحل المسيح بالايمان في قلوبكم ساعتها تبقى انتم بقى بصوا بقى ايه حصيري. تتاصلوا في المحبه وتتاسسوا أوه. في المحبه وتدركوا مع جميع القديسين الطول والعرض والعمق والعلو وتعرفوا محبه المسيح الفائقه المعرفه تملانا محبه الله محبه المسيح تملان الفائقه المعرفه لغايه ايه لكي تمتلئوا الى كل ملء الله الملء بحب الله يفيض واذا بالله كل حب فيبقى ملانين بمين ملانين بالله ايه ده هو ده؟ رب... ربنا بيقول إيه؟ انا معيشكوا إن... انت خلقتني ليه يا رب ايه حياتي دي يا رب يقولي حياتك انك تتمتع بحبي حياتك ان انا اغمرك بحبي، أيوه. حياتك حياتك ان انا املاك بوجودي معاك بالحب الغير أيوه. عادي، عشان كده هو د... نمت... نمتلئ الى كل ملء الله، بص بقى واحد من القديسين اسمه ماري اسحاق قال ايه؟ شوفي 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 يقول قولها لي في دقيقتين اللي شرب بصي اللي ما شربش خمره مش هيذكر بالمعلومات عن الخمره <applause> طبعا صح؟ <applause> طبعا بيقول اللي دخلوا في عظائم الله يذكروا في المحبه الالهيه بتاعته الله <applause> اللي دخلوا في العظايم ده سكر من نوع تاني خالص يذكروا في محبة من نوع سامي جدا اه <applause> هو نفسه قال حاجة جميلة بيحكي أه. يعني واحد واحد كان عنده حداد فشرب أوه. شرب من كتر الوجع والهم اه عشان يطلع من ده هو بيقول لك اللي يذكر بمحبة الله ولا يهمه أي حاجة في العالم كله <applause> اللي يذكر بالمحبة بصي عروس النشيد في سفر النشيد الأنشاد الأصحاح الأولاني يا هدى <applause> يقول إيه يقول, آه يقول يقول إيه محبتك أطيب من الخمر أيوة أيوة يعني إيه يعني بنسكر المسيحيه هي ايه يا هدى؟ المسيحيه هي ايه؟ حب الله اللي يخليك سكران كتر بمحبته دايب في محبته شفتي واحد واب بيحب ابنه قد ايه الابن هيمان البيبي ولا بيضحك شفت شفت عحب عريس وعروسه بيحبوا بعض حب حقيقي قد ايه هم كانهم في السماء ايوه حب الله يسكر يا هدى هللويا قال قال كده الشيخ الروحاني الشيخ الروحاني قال ايه؟ طوبى لمن سكروا بمحبتك طوبى يا بخت <applause> لمن سكر اللي سكر في محبتك بيقول بقى على اللي ما سكروش دول بيقول كده بيقول اما الذين لم يستمتعوا بجمالك فهم مساكين تعساء اوعوا تكونوا مساكين وتعساء دي دعوه للسكر بمحبه الرب ولكن مش دعوه للسكر لكن سكر بمحبة الله الرب. دي حاجه تانية خالص ده لازم اسمى كتير ده لازم كمان من اي سكر بيعرفوه العالم ويتمرمطوا بيه خليكم معانا اوعوا تسيبونا احنا راجعين لكم بعد ثواني خدمه المسيح للجميع لندن كرايست فور اول ميسترز لندن الاجتماع باللغه العربيه يوم السبت الاجتماع باللغة الإنجليزية يوم الأحد www.christforall.com تلاميذ at gmail.com تليفون 00440-79000-54444 <ترجمة> 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 نرجع تاني فقعدتنا مع إبراهيم السايح وهو بيكلمنا عن أعظم حاجة في الوجود الأب بابا آه. قلنا إبراهيم عن قلب الآب كنت بتكلمنا عن إنه محبة قلنا عن إنه أب يعني هو الحاجة العجيبة إن الله بيعيش نفسه تاني فينا أبونا بيعيش نفسه فينا وكل الحلو قوي في داود بيمتعنا بيه لكن بيخلينا بنعيشه هو للناس بنعيشه مع الاخرين بنعيش اللي هو بيديهولنا من آه يعني. يعني من نفسه. الحب اللي هو عطاهنا يخلينا أيوه. بعد كده بنتمتع بيه أيوه. نذكر بيه نتغير بيه نتشكل أيوه. بيه لكن نبص للناس وللعالم وللبلاد والمخالفين لنا في العقيده بنموت فيهم نحب أيوه. المسلمين جدا ايه أيوه. ده ده حب الله ملينا اللي بيحب الجميع هكذا احب الله العالم أيوة. يقول كده ان الله بين محبته واحنا خطاه مات من اجلنا مات من اجل مين؟ من اجل العالم كله من اجل البوذي والملحد والدرزي ومن اجل المسلم م. ومن اجل المسيحي اللي ما يعرفوش لسه مات م. من اجلنا كلنا بيحبنا جدا فاللي بيحصل ان الله بيعيش تاني فينا حياته بتبقى فينا بس كمان بيروي بي بي احنا بيمتعنا بوجوده ده معانا ايوه فالابوه دي هي ايه؟ أب بياخدنا في الرحله ايوه شوف ازاي فخلانا ايه شبعانين بحبه وسكرانين بحبه وصرنا ايضا فياضين بالحب ايوه في حاجه تانية بيدينا حاجه تانية بقى بيدينا اختبار اساسي بردك تاسيسي ولكن بيتمتعوا بيه اللي دخلوا في الحب ودخلوا في المغامره ودخلوا في 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 كراهيه الشر والحرب ويبقوا محاربين ضد الظلم والاجرام اللي عمله ابليس في الناس وفي العالم وفي كده دول بالجو دوت بيبدا يبقى قلبهم بيبقى قلب الاب يبدا ايه؟ يملاهم أيوة. عشان كده ايه عشان كده يقول لك ايه بصي في في يوحنا الاولى الاصحاح اتنين أيوة. يقول ايه من اول ايه 12 يقول اكتب اليكم ايها الاباء بيتكلم عن أني اباء مش اباء عندهم عيال متجوزين وجابوا عيال أه. لا اللي بقوا زي الله عندهم قلب الاب شخصيه الاب روح الاب خدوا خدوا ابوته شبعوا منها ياما ابوهم 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 شبعهم فهم من كتر ما شبعوا بدأوا شكلهم زيه فيبقوا ابهات كمان زيه اه أيوة. يبقوا أيوة. ابهات زيه عايز اقول دي حاجات دي مش وصايا احاول اعملها ده بركات وخير بيغيرني بيشبعني بيغيرني أيوة. بيخليني ما اشوفش نفسي الا ايه؟ جاهز لن... ابويا يعيش فيا بقى مع الناس، ابويا أيوة. يعيش فيا فروح عشان كده ادي بص اكتب اليكم ايها الاباء لانكم قد ايه؟ لانكم قد عرفتم الذي من البد اللي هو الاب، مم. عرفتم الاب شو يبقى انا عرفت الاب فصرت اب فصرت اب فصرت اب اب، الابوه ممكن تقولي دي ايه يعني ممكن تقولي انها ايه انها الحب في اعلى ما تتخيلي من درجات ده روح اخر روح آه. الابوه بالظبط عشان كده يقولك ايه يقول كده بولس يقول ايه آه انكم ايه انكم لي... لكم مرشدين آه كثيرين ولكن أي. ليس ايه اباء ممكن ناس ترشد ممكن الناس تضحي ممكن آه. تعمل بس ما وصلش مستوى الاب ليه لكن الاباء قليلين حاجه تانيه يا هدى آه. الأب... الاباء دولي مستعد يتمرمط بكرامته الارض ويقول لك تعال يا ابني انا بحبك ايوه ممكن انك تسوق سمعته الى اعلى الدرجات ويقول لك اقف جنب ابني ده ازاي ايوه فالابوه دي حاجه الكنيسه اولا م. يعني عايز اقول لك ايه كل كنيسه محتاجه الابوه ايوه الكنائس نفسها مع بعض في المدينه الواحده عايزه عايزه ناس ابونا عايش فيهم من جديد كاب أيوة. يتعاملوا بأبوة غريبة تجمع ايه الاولاد والكنائس تحتيها الميديا أيوة. المسيحيه عايزه اباء يحطوا أيوة. كل اخواتهم في الميديا تحت جناحاتهم من الابوه أيوة. الابوه بتبقى عجيبه بتبقى عجيبه نفسي انك تحكي يا هدى القصه اللي ربنا عملها معاكي وانت كنتي في الاسلام ومسلمه لسه ومستغربه ان الله ازاي يتف عليه ويتشتم ويتصلب أيوة. وتقول ازاي ازاي تبقى انت كده ايوه يا لنا القصه هي كانت جلسه مع الرب يسوع في ليله ليله دخلت وقفلت الباب عليا وقلت له يا يسوع انا مقتنعه بيك قوي شخصيتك عجباني قوي ولو كان الله حيأتي بصورة إنسان يقدر ربنا يعمل كده أيوة أنا مقتنع بكده ولكن إزاي الله يبقى من الضعف بحيث إنه يلطم ويتف عليه يبصق على وجهه ويتحمل ويلطم على وجهه ويتحمل من مين من اللي خلقهم ويصلب وبعدين في الآخر يقول ما هو عشانكو عشاننا بحنا اللي عملنا فيك كده أنا عايزة إله قوي يسوع كيف اتبعك وانت ضعيف قوي مهان ومهان فالهي ده يبقى عنوان يعني عنوان ليا انا انا أتبع هذا المهان هذا الضعيف فقلت له رب من فضلك ارشدني لان الحكايه دي هي الوحيده اللي واقفه في طريق اني اعلنك رب واله ليا ان اقبلك رب واله ليا انا فتحت باب الغرفه بعد ما الصلاة دي وطلعت لقيت أمي قاعدة بتتفرج على التلفزيون كان فيلم أمريكاني و... وأنا بتكلم معاها ماما نبهتني لأنه هي منتبهة قوي للفيلم نتكلم بعده فقعدت جنبها بتفرج على الفيلم فكانت ال... القصة بتاعته أب بنته مدمنة مخدرات فقفل عليها باب الأوضة وحجزها في الأوضة عشان يبعدها عن المخدر اللي بتاخده وبعدين بيدخل لها بصنية الأكل وبشيء من الدواء أو جرعة من حاجة علشان يروح منها المخدر من دمها عشان تفوق وترجع لطبيعتها تاني البنت معترضة على كده وزعلانة جدا من أبوها فالاب دخل الغرفه حاولت تخرج حاطط الصينيه ومسكها لانه قوي وراح حاططها على السرير وضغطها بايديه الاثنين على السرير ف وهي بتقاوم بتقول له انا بكرهك انا بكرهك فهو بيقول لها بكره تعرفي قد انا بحبك وايديها الاثنين ممسوكين بيه فراحت تفة ووشه قريب جدا فبصقت وجت البصقه على وشه فشال ايده من على ايدها وراح ماسح البصقه وبص فيها وهو بيقول لها بكره هتعرفي قد ايه انا بحبك ان ده بعمل ده لمصلحتك ايده لسه مبلبله ممسكش مسكش الايد الثانيه بتاعتها فراحت مد ايدها وطخ ضربا على وشه ابوها ضربت ابوها على وشه فالاب اخذ الالم صفعه صفعة للقلب أكتر من ما هي لأي حاجة تانية وهو بيقول لها بكرة هتعرفي أنا بعمل ده لمصلحتك لما ترجعي تاني للحياة اللي كنتي اللي كانت مفروضة أنك تعيشي فيها وسابها وخرج وقفل الأوضة تاني بالمفتاح في الحالة دي في اليوم ده أنا حسيت يا إبراهيم قد إيه ربنا موجود قد إيه ربنا حاضر وسمع صلاتي وفي ثانيتها جاوبني بانه انا لما صمت امام هذه البشاعه بشاعه بنتي كان عشان انا بحبها وكانت قوه ده ما كانش ضعف دي قوه المحبه قوه محبه قلب الاب لما بيغلبهاش الاساءه ولا الاهانه ولا المذلة ولا التفافه ولا الصفع ولا اي حاجه هو ده اللي انا عايز اقوله عايز اكلم اخواتي وبالاخص عايز اكلم الكبار لان الابوه هي اعلى الاختبارات وبسبب انها اعمق واعلى الاختبارات فهي ايضا اللي من خلالها الله بيجيب اعلى الثمار والنتائج في, في, في بيته في كنيسته في وسط عائلته أي. ومن خلال دوري يعمل اعظم وحده الذين يستطيعوا ان يصنعوا الوحده هم الذين ليس لهم هدف، والاب دايما عنده هدف واحد. عياله يبقوا ايه؟ مش هو يبقى ايه؟ مش هو يبقى مواضعه ايه؟ مش هو تقال عنه ايه؟ مش هو حقه المفروض يكون ايه؟ دوت هم دول اللي بيوحدوا المدن. ودول اللي هيوحدوا الكنائس، ودول اللي هيوحدوا مشاريع الله. ايوه. ودول اللي هيوحدوا ال ال الاعلام المسيحي بكل صوره. ودول اللي هينقلوا ادوا فرصه لله ان يتحرك عايز ربنا يظهر هذا الوجه والجانب في بعض اشخاص في ناس بتتكلم على ان الاباء هم بالظبط يساووا كلمه الرسل مهم. الرسل يعتبروا هم الايه هم الاباء وهم دول اللي بيعلن الله اسرار ولهم فالله هيملانا أيه. بالابوه وحن و و وقبلها كرهنا في ال في الشر وخلنا محاربين، وقبلها ان هو ملانا بالحب وخلانا سكرانين أيوه. ومش ناقصين حاجه ابدا، وقبلها خلانا عندنا اطمئنان ان احنا قيمتنا عنده لا يدانيها أيوه. قيمه واهميه يا هدى ايوه وقبلها خلانا عطشانين نكتشف الاسرار ورا الاسرار واعطانا روح روحه الروح الذي من الله لنعرف الاشياء المهوبه من الله هللويا <applause> ف... ف... وقبلها اعطانا ان احنا نكون مغامرين ونعمل العجائب وما نتراجعش وما نقولش مش نافعه كده الكرايس مش هتبقى احسن من كده الخدام مش هيبقوا احسن من كده العيله مش هتبقى احسن من كده الميديا مش هتبقى احسن من كده لا, لا 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 دول المغامرة عندهم على اعلى مستوى الاباء دول فالاباء دول يقول انا 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 اموت بس عيالي ايه يا عيالي يحيوا وده اللي عمله وده اللي عمله المسيح لانه هو بيمثل قلب الايه قلب الاب فانا دلوقتي بقول ان احنا داخلين على عصر الاباء اللي هم لهم ان هم بيملاهم ابوه الاب السماوي اهو يملهم يملاهم أيوه ابوه أيوه. فهم ما يقدروش غير انه يفكروا بايه مفيش حاجه ابدا صعبه لانهم حيبيعوا نفسهم تماما ان الله يكمل مشيئته في جسد المسيح في عيلة الله في كنايسه في الميديا بتاعته في ارسالياته في كل مشاريعه الالهيه الله بيهبه ان الكنيسه يكمل ابوته ابوته الكامله ايوه تشتغل عليهم بس اعلى مستوى في هذا العمل ان يوجد اباء عشان كده الله بكلم قاده الكنيسه في كل العالم وبقول لهم هل من اباء هل نعم. من اباء لا يعترفوا باي شيء ومستعدين ونفسهم ليست سمينة عندهم نعم. ولن يفرحوا ولن يرتاحوا الا لما يكمل كل ما يتمناه الله أمين. هم دول مفاتيح الوحده دول مفاتيح اطلاق اقوى اقوى اعمال الله وامجد اعمال الله واحلى عروس واحلى عروس لعروس ع... المسيح عائله الله نفسي تصلي لنا في 30 ثانيه ابويا السماوي ابويا السماوي كم افرح لاني اشعر بتباشير هذه الابوه العجيبه بشير وهذا الحب الذي يغمرنا ويسكرنا ويجعلنا نبيع العالم وانفسنا حبا فيك رائع ويجعلنا فقط نفكر بقلب أيوة. الاب السلام. أيوة. المس وتمجد وتعظم وغير الكنيسه في كل مكان ولي كل المجد الابد امين امين هنشوفكم في الحلقه اللي جايه تكونوا بخير دايما ومتمتعين بمحبه الاب الله معاكم سلام